قصص مختلفة وأحداث متنوعة قادت نساء ليصبحن ضمن قائمة أثرياء العالم في ظرف وجيز ومن دون تخطيط مسبق منهن، بل كانت الصدفة والحظ من جعلتهن يحظين بثروة كبيرة بين عشية وضحاها. فمن هن أبرز أولئك النسوة؟ وبما تقدر ثروة كل منهن؟ أسئلة وأخرى تحمل الإجابة عنها الدقائق القادمة من هذا الفيديو. لكن قبل ذلك مشاهدينا الأعزاء، يسعدنا انضمامكم لأسرة قناة دهاليز بتفعيل خاصية الجرس والضغط على زر الإعجاب وكذلك زر الاشتراك، ونحن نعدكم دائما بالأفضل والأكثر تشويقا ومتعة لنتابع. قصة جوليا فليشر من مساعدة مصمم إلى واحدة من أغنى 10 أشخاص في العالم. قصة سيدة تبلغ من العمر الآن 56 عاما، وهي تصنف على المستوى العالمي ضمن لائحة تضم أغنى 10 أشخاص، والتي ظل الرجال إلى وقت قريب ينفردون بقائمة الترتيب فيها. أن تدخل النساء على الخط وعلى رأسهن السيدة جوليا فليشر التي توفي زوجها تاركا لها ثروة ضخمة مكنتها من أن تغدو من بين أثرياء العالم في ظرف وجيز. بالرجوع إلى البدايات، وخلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، فقد كانت جوليا شابة في مقتبل العمر تعمل كمساعدة لمصمم إيطالي يدعى أدولفو مقابل راتب 200 دولار أسبوعية. حينها أيضا لم تكن تدرك أنها على موعد مع حدث سيغير حياتها إلى الأبد، وذلك بعد أن تعرفت إلى شخص يدعى ديفيد كوتش، والذي كان أكبر منها سنا بحوالي 21 عاما، كما أنه كان معروفا بكونه يمتلك ثروة هائلة بالإضافة إلى كونه رجلا متعدد العلاقات مع النساء، ومنهن من ربطته بها علاقة دامت أكثر من عقدين، لكنه لم يكن يفكر في الزواج في أي واحدة منهن إلى أن تم اللقاء بينه وبين جوليا التي جعلته يعدل عن قراره في الزواج. بعد قصة التعارف والارتباط بينهما، والذي كان من الممكن أن ينتهي بسرعة لولا الألطاف، وذلك بعد أن نجا ديفيد من موت محقق عقب حادث تحطم إحدى الطائرات حيث كان على رحلة على متنها، وبالوصول إلى عام 1996 فقد تزوج ديفيد من جوليا لتصبح زوجة واحد من أغنى أغنياء العالم. مرت سنوات كثيرة، وبحلول تاريخ 23 من شهر أغسطس من العام 2019 فقد توفي ديفيد عن عمر يناهز 79 عاما. ثم بعد أيام من الوفاة أصبحت السيدة جوليا تملك ثروة هائلة ورثتها عن زوجها بما فيها 42% من أسهم شركة كوتش للصناعات التي كان زوجها المتوفى أحد مؤسسيها، والتي تعتبر ثاني أكبر شركة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتنوع أنشطتها ما بين تكرير النفط وخطوط الأنابيب ثم تجارة السلع الأساسية، بالإضافة إلى تربية الماشية وغيرها، حيث تشير تقارير عديدة إلى أن إيرادات الشركة السنوية من مختلف الأنشطة تقدر بحوالي 110 مليارات دولار. أما عن جوليا فتقدر ثروتها ب 61.3 مليار دولار، وهي بذلك تحتل المركز التاسع ضمن قائمة أكثر الأشخاص ثراء في العالم بأسره. ماكنزي بيزوس، صفقة طلاق تمكنها من الحصول على ثروة هائلة. على مدى سنوات ظل رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس يحتل صدارة الترتيب كواحد من بين أغنى الأشخاص حول العالم، متفوقا على منافسيه الأقرب بيل جيتس، عبر امتلاكه لثروة تقدر بحوالي 130 مليار دولار أمريكي. لكنه خلال شهور قليلة فقد صدارة الترتيب العالمي، وتقلصت معدل ثروته، وذلك بعد أن توصل إلى اتفاق طلاق مع زوجته ماكنزي بيزوس البالغة من العمر 49 عاما خلال عام 2019. ذلك الاتفاق الذي ينص على أن السيد بيزوس عليه تسديد مبلغ 35 مليار دولار لطليقته، كما تحتفظ السيدة ماكنزي بيزوس أيضا بنسبة أسهمها المقدرة ب 4% في شركة أمازون، وبذلك أصبحت صفقة الطلاق هذه تعتبر الأغلى في التاريخ
بعد أن تفوقت على صفقة انفصال تاجر تحف أليك ويلدرستاين عن زوجته السابقة سنة 1999، والتي حصلت الطليقة بموجبها على مبلغ 3.8 مليار دولار أمريكي. في حين تجدر الإشارة إلى أن بيزوس وماكنزي قد جاء قبل عام من تأسيس شركة أمازون، كما أن ماكنزي قد سبق تعيينها في الشركة منذ بداية العمل بها. وبعد صفقة الطلاق الناجحة تلك، أصبحت السيدة ماكنزي بيزوس التي بالإضافة إلى عملها في الحسابات داخل شركة أمازون أكبر متجر إلكتروني على الإنترنت إلى حد الساعة، فهي تجيد الكتابة الإبداعية وتأليف الروايات، وتعتبر واحدة من أكثر الأشخاص غنى في العالم بثروة تقدر ب 35 مليار دولار، وبنسبة من أسهم شركة تقدر إيراداتها السنوية بحوالي 233 مليار دولار أمريكي بحسب بعض الإحصائيات. فرانسواز بيتينكور مايرز، وريثة أكبر شركة لصناعة مستحضرات التجميل. إنها الفرنسية المسمى فرانسواز بيتينكور مايرز التي هي الأخرى تعد من بين أغنى النساء في العالم، وذلك بعد أن ورثت ثروة هائلة. لكن اسم هذه السيدة الفرنسية لم يشتهر في عالم المال فقط، بل تعتبر مؤلفة للعديد من الكتب المعروفة، إلا أن ما جنته من إرث شركة لوريال التي وإلى حدود الساعة لا تزال تعتبر أكبر شركة لصناعة مستحضرات التجميل في العالم بأسره، وهي الشركة التي تم تأسيسها خلال عام 1907 على يد زوج والدة فرانسواز المسمى ليليان بيتينكور، والذي توفي لتصبح ليليان الوريثة الوحيدة له ولثروته الضخمة، ثم استقرت تلك الثروة أخيرا في يد فرانسواز. هذه الثروة التي لم يكن من السهل على فرانسواز الحفاظ عليها، وذلك راجع بالأساس إلى العديد من الخلافات التي نشبت بين الأم ليليان وابنتها ووريثتها الوحيدة فرانسواز، والتي بدأت برفع الأخيرة دعوة قضائية سنة 2007 ضد والدتها مخافة تعرض والدتها للاستغلال بعد تدهور حالتها الصحية. كما تبين سنة 2008 أن مصوراً صحفياً يدعى فرانسوا ماري بانيي قد تلقى هدايا ثمينة من صديقته ليليان، والتي تقدر بمئات ملايين الدولارات، بالإضافة إلى جزيرة تبلغ مساحتها 670 فداناً في سيشيل. وبعد ذلك انتشرت شائعات تقول إن ليليان تنوي تبني الصحفي المصور فرانسوا، وهو الخبر الذي جعل ابنتها تلجأ للقضاء مرة أخرى وتتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد الصحفي، إلى أن انتهى خلاف الأم وابنتها بشأن الثروة سنة 2016 بعد أن أعلنت الصلح. وبذلك ففي العام 2017 تم تصنيف فرانسواز كأغنى سيدة في العالم بعد أن توفيت والدتها ليليان عن عمر يناهز 94 عاماً، حيث تقدر الثروة التي أصبحت ملك فرانسواز أكثر من 44 مليار دولار أمريكي، ونسبة أسهم في شركة لوريال تصل إلى 33%. شكراً لحضراتكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.